مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من حلقاتنا الاسبوعيه لرواد الاعمال، كما عودناكم في كل حلقه بان نستضيف فجرا مميزا. ومن زاويه رجال الاعمال الاكثر تميزا رحبوا معي باستاذ احمد النبهان صاحب ومؤسس صالون سولير الرجالي. بدايه اسال الله اوقاتك. اهلا وسهلا فيك استاذ. في البدايه حابين نتعرف عليك اكثر ونعرف الساده المشاهدين عن بدايتك المهنيه في دوله الامارات، وكيف جت لك فكره تاسيس الصالون؟ يا اهلا وسهلا فيكم، احنا تشرفنا بمعرفتكم وحضوركم القناه. نحن انا وصلت هون ب 98 واشتغلت بكذا مجال وكذا اداره، استلمت اداره نزيف، اداره ديفا، وبعدين الحمد لله تطورت شوي مع شوي وصار عندي شويه راس مال، بلشت افتح، عملت شركه انا وشخص، وبعدين الحمد لله والله وفقني وفتحت لحالي. اللهم لك الحمد. اللهم لك استاذ الحمد. احمد اكيد بتمنى لك التوفيق والنجاح. استاذ احمد، حابين نعرف اكثر شو هي الخدمات اللي انت بتوفرها في صالون سولير الرجالي؟ نحن الحمد لله توصلنا كثير لمجال كثير مرتب بمصلحه الحلاقه، وتطورت مع الايام ومع الزمن، صار عندنا البروتين للشعر والكيراتين وصار عندنا الهات اويل، حمامات الزيت وهالقصص، وتطور كثير بقصص الكريمات والصبغات والمنتوجات كلها يعني الحمد لله. وعنا الفيشل والمانيكير والباديكير وعنا فيت مساج وهالقصص هاي، الحمد لله كله تمام. ممتاز، يعني ما شاء الله خدمات كثيرة في الصالون الحمد لله تم توفيرها للزبائن. اي نعم. استاذ احمد، حابين نعرف سر التميز. انت زي ما بتعرف السوق الاماراتي سوق شرس، منافسة قوية، حابين نعرف سر التميز هنا في صالون سولير الرجالي. الحمد لله نحن هلا هون بنتميز باللوكيشن تبعنا، هو اهم شيء يعني بمصلحة الحلاقة، يكون انت متوفر للزباين الباركينج، التوفير انهم يقدروا يوصلوا لك يعني. اكيد. والحمد لله الله وفقني بهاللوكيشن كثير حلو. نحن هلا في سلطه السيليكون، واحد سلطه السيليكون، والامور طيبه الحمد لله. ما شاء الله انا شايف برضه منتجات كثيره، وشايف برضه وفاره في يعني الحلاقين ايضا. اي نعم الحمد لله، عندي كذا جنسيه، عندي جنسيه المغربيه وجاليه التونسيه وباكستاني وفلبيني وسوريين. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. الله يوفقكم يا رب. الله يسلمك يا رب. نجاح نجاح باذن الله. طول لي بعمرك. الله يخليك. استاذ احمد، حابين نعرف النظره المستقبليه لك. والله ان شاء الله يا رب، هلا في عندنا كذا خطوه وكذا ان شاء الله براند يعني حنفتحه باذن الله. باذن الله، بس عم نستنى بس شوي لنلاقي اللوكيشن المضبوط يعني، وان شاء الله يا رب نحن باذن الله بنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله، ونشوفكم في السبع امارات باذن الله في المستقبل. الله يسلمك يا رب. اللهم امين. استاذ احمد، احنا في بلد الامن والامان دوله الامارات الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد. حابين نسمع رساله شكر لشيوخ الدوله. نحن بنتشكر كثير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، صاحب الشيوخ الشيخ محمد بن راشد الله يطول بعمره. اللهم امين. والحمد لله موفرين لنا كل شيء والامن والامان، والحمد لله قدرنا نخلص من جائحه الكورونا بفضل الله وفضل شيوخنا الحمد لله. ونتشكر كثير قناتكم الحلوه هاي. الله يخليك يا رب. اي بي سي حبيبي والله. الله يخليك، اكيد احنا بنشكرك كثير على رسالتك، والله يديم نعمه الامن والامان في دوله الامارات العربيه المتحده. الله يسلمك يا رب. استاذ احمد، قبل ما اختم البرنامج حابب نعرف الموقع الجغرافي لصالون سولير رجالي. ونحن هلا نحن موقعنا بالجغرافي هون ب واحد دبي للسيليكون، موجودين على الشارع الرئيسي بجانب ستار بوكس. واهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. الله يخليك. اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، ارقام التواصل والموقع الجغرافي والسوشيال ميديا اسفل الشاشه. استاذ احمد، شكرا كثير لاستضافتك لنا، اتمنى لك التوفيق والنجاح. اهلا وسهلا فيكم، شرفتوا ونورتوا. مشاهدينا الكرام، والى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم اي بي سي العربيه. دمتم بخير وفي امان الله. شكرا.